أزمتنا في السودان أزمة بتاعة أخلاق وأزمة ضمير لما الناس يتكلموا عن أن البلد مستباحة والبلد مفتوحة على كل الأطراف وكل الخيارات ده ما كلام فيه تهويل ولا فيه كذب ده كلام حقيقي آه في الفترة الأخيرة ومن زمان طبعا السودان ده يعني مستهدف اضعاف السودان تشتيت السودان تدمير السودان ده هدف الهدف ده للاسف الادوات فيه هم السودانيين سواء كان بوعيهم او بغير وعيهم في النهايه الادوات التي تنفذ ما يحدث في السودان هم السودانيين لما الناس بيتكلموا من زمن طويل ان البلد دي مستهدفه لان البلد دي حقيقه بلد فيها امكانيات كبيره من كل النواحي الاقتصاديه والجغرافيه والاستراتيجيه بلد تملك مقومات دوله عظمى ولكن للاسف للاسف نحن كل يوم بنشهد في التراجع والتدمير الممنهج بيد القوى السياسية والمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات وكثير من اللافتات الموجودة الآن في السودان هي بغطاء لمؤسسات وجهات خارجية وأجنبية هدف تدمير السودان من زمن حكومة الإنغاز كان في جهات هدف كل تدمير السودان وكلها بتدخل بمداخل معلومة ومعروفة منظمات المجتمع المدني وما إلى ذلك ومسميات كبيرة جدا وكان بتضخ أموال كبيرة لتدمير السودان ده كان شيء موجود ومعايشينه بعد الفترات الأخيرة بعد التغيير والفترة بعد الحكومة الانتقالية وشوفنا قبل كده إنه الاتحاد الأوروبي بيدفع أموال ومبالغ لمكتب حمدوك باتفاق يعني رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك كان الاتحاد الأوروبي بيدفع مرتباته بالدولار للطاقم بتاع المكتب طيب ناس دارين يعملوا ويشتغلوا في بلد ومع رئيس الوزراء بيستلموا من جهة أجنبية وخارجية دل حيشتغلوا كيف يعني إذا كان دولة ما قادرة تدي موظفين في مكتب رئيس الوزراء الرجل التنفيذي الاول في هذه الدوله تديهم رواتبهم الكافيه طيب دي دوله تمشي قدام كيف؟ خلي دوله بتستجلب البعثات الامميه وتهدد مكونات الداخليه بالخارج وتستلم اموال بالدولار وباليورو عشان تمشي مكتب رئيس الوزراء مكتب بيستلم راتب من الخارج من الاتحاد الاوروبي ومن مؤسساته هل ده ممكن يخدم حاجه؟ هل ده ممكن يقدم للبلد حاجه؟ بالطبع لا لا يمكن. كان معروف جدا انه في سفارات وفي مؤسسات وفي منظمات بتدخل اموال خرافيه في السودان عشان تنفذ اجنده بلافتات مختلفه ما بتجيك عديلة يعني بتجيك يعني بالطرق الملتويه بتجند ناس بتدفع اموال من زمان جدا مثلا دي موجوده لكن امس انكشفت بشكل عجيب وبشكل غير مسبوق لما اتكلمت واغرت نائبه مدير الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه ايزوبيل كولمان في جلسه الكونغرس امس الثلاثاء كلام ده ولا بعيد اعترفت بتقديم دعم مالي من المعونه الامريكيه بقيمه 100 مليون دولار لناشطين سودانيين ومنظمات المجتمع المدني السودانيه ومنظمات نسويه سودانيه لمساعدتها في مجالات الاعلام وورش التدريب والتثقيف المدني ورصد انتهاكات القوات الامنيه. وشفنا نحن الاموال اللي قاعد نشوفها موزعه في المظاهرات واللي بتدفع لجهات والايام الاعتصامات كلها المختلفه يعني انه تجي اموال وتجي وفي خلاف وشفنا الناشطين بيختلفوا ما بعرف عليها باني معه واحده بتقول له انت استلمت ما بعرف عشرين ألف دولار وجبت بيها رغيف يعني حاجات كده غريبه طيب اللي هي ايزوبيلي تكلمت امس طبعا هم ما عندهم الحساسيه الكبيره هي بتتكلم عن انجازاتها في الـ الـ في جلسه الكونغرس عن انجازاتها كوكاله امريكيه بالفعل اللي بيتم في السودان وقالت نحن وهي بتتحدث عن انجازاتها قدمنا 100 مليون دولار لمنظمات ولي في مجالات الاعلام طيب 100 مليون دولار من الذي استلم في السودان 100 مليون دولار؟ البلد دي طبعا الخيانه دي والعماله والارتزاق موجود على اعلى المستويات على اعلى المستويات لكن حقيقه البلد لو كان فيها حكومه الان ده دي بوابه لفتح تحقيق كبير كامل وشامل لمعرفه من استلم هذه الاموال داخل السودان اذا كان في مجال الاعلام او ورش التدريب او التصغيف المدني او رصد انتهاكات القوات والمنظمات النسويه ومنظمات المجتمع المدني